بونجور مي شير زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غنشوفوا الدرس الثاني في الدورة الثانية، الدرس الثاني ديال ليكتور في الدورة الثانية، عنده علاقة باش بلا ديسكريبسيون. دونك هنايا لو تيتغ ديال هاد لاكتيفيتي هادي، هنا عندنا لا باج 114 اكتيفيتي ليكتور. دونك هنايا في هاد لاكتيفيتي ولا في هاد لا سيكونس هادي كاملة، هاد لا سيكونس كلها شنو غادي نشوفو؟ هنايا عندنا في سيكونس ريديجي لو سينوبسيس دي نوفيل، وفي الفيديو اللي قبل شرحت لكم شنو هي لو سينوبسيس، ياك قلت لكم لو سينوبسيس ديال لا نوفيل هي الريزومي ديال لا نوفيل، لا نوفيل هي القصة. عطيتكم التعريف ديال لا نوفيل، عطيتكم التعريف ديال شنو هو السينوبسيس، شنو هما المكونات ديال لا نوفيل، عاد خدمت معكم داك الدرس، يعني اللي مازال ما شافوش يصيفط لي، يخلي لي كومونتير نصيفط له ليان. عاد خدمت معكم الدرس هذا، عاد خدمنا هذا الدرس هذا الاول، يعني اللي في السيكونس لو سينوبسيس، قرينا هادشي وشفنا لي كيستيون اتسيتيرا. دونك هنا دابا نشوفو الدرس الثاني، ايدونتيفي لي كاركتيرستيك دان بيرسوناج برينسيبال. ايدونتيفي لي كاركتيرستيك يعني نجبدو لي كاركتيرستيك، لي كاركتيرستيك يعني الصفات المميزات خصائص ديال بيرسوناج برينسيبال ديال الشخصيه الرئيسيه. علاش بالضبط هاد الدرس ديال بيرسوناج برينسيبال؟ دابا ملي وريتكم انا لا نوفيل قلنا فيها خمسه ديال لي زيتاب، ياك في الشيما ناراتيف 5 ايتاب. في لا بروميير ايتاب سميتها لاسوسياسيون انيسيال، البدايه، يعني قبل البدايه، البدايه ديال لا نوفيل شنو هما العناصر اللي كنوضفو حنا في البدايه؟ كنديرو لو طون، لو ليو، لا ديسكريبسيون، لو بيرسوناج. هاد لو بيرسوناج نقدر انا في البدايه نوصفه، مثلا كنت واحد النهار غاده لا فوري معايا صديقتي لابسه هادي دايره هادي، كندير لها لا ديسكريبسيون. بما اننا البدايه في لا نوفيل دابا انا كنشرح وما ديما عم كنخرج على الموضوع حيت ما بقاش نقول هذا الشيء باش تكونوا عارفين. عطيكم اي معلومه غادي تستافدوا منها في لا نوفيل بلا ما وصلنا انني نعلمكم تكتبوا لا نوفيل في الانشاء، نقسموا المراحل ونعلمكم تكتبوا المرحله الاولى، نعطيكم جمل هكا واجده غير تبقاو تجمعوهم. يعني اي شرح قلتو ماشي غير باغا نهضر ولا باغا نطول فيديو كاين كيما كيفهموا شي وحدين، انا كنقول انا يعني بزاف ديال النيفو تابعيني ما اكيد ما باغا نكونش باغا نطول، ولكن خصكم تفهموا اي معلومه قلتها راه في صالحكم. ما علينا، البيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسيه حنا ما نقراوش النص هكاك عبغينا، حيت في لا نوفيل يقدر في الامتحان الجهوي يعطيكم توصفوا، يقول لك مثلا وصف ليا شي بيرسون مفضل عندك دو طون شوا من الاختيار ديالك. ما عرفناش شنو يحطوا في الجهاوي، كل عام شنو كيحطوا. انا راه ملي يقرب الجهه انا كنحاول نتافونس سالي دغيا باش يبقى لي شي شهر، وحنا شهر كامل نكون انا ساليت معكم الدروس، نبقى نخدم معكم الجهويات. ديجا انايا امبريميت كلشي وجدت لكم من دابا، هما نيتليكس كنخدم بهم يعني ديما كنخدم هادوك، وزدت شي وحدين امبريميتهم، يعني اكثر من شي 40 جهوي اللي تقريبا عندي، هادوك كاملين خصني نتافونساد معكم في الكتاب باش نخدم معكم الجهويات. كل ما تدربتوا على الجهوي تشوفوا الانشاء اللي فيه، كل مره لا نوفيل في شكل. اذا هادشي كله ان شاء الله غادي نخدموه. المهم غنشوفوا البيرسوناج برينسيبال، غنشوفوا الوصف ديالو كيفاش نقدروا نوصفو. قبل ما تبداو الاستاذ غادي يسولكم دي كيسيون، ماشي الحقني شنو يبدا هكا، يعني كيما هاد هنا يقول لك مثلا هما لي كيسيون اللي يسولكم الاستاذ. كو ريبريزونت ليماج، شنو كتقدم لينا ليماج، التصويره شنو كيبان لينا فيها؟ كو ريبريزونت، دونك هنايا شنو كيبان ليكم؟ عندنا هنايا غتقولوا مازال ما عارفين حتى شي حاجه، شنو غتقولوا؟ اي واحد يقدر يقول ان نوم، ياك شنو سميتو هنايا مايكل ستروغوف، ممكن يقول ميشيل مايكل ستروغوف، هادشي اللي يبان ليكم. اذا هادي شنو؟ هادي راه ماشي هادي راه لا بروميير دو كوفرتور دان رومون، يعني لا بروميير دو كوفرتور اللي كان عندنا شي روايه، الورقه الاولى ديال الروايه، داك الكارطونه الاولى ديال الروايه مصورين فيها هكا، مثلا بحال تشري شي قصه ولا شي حاجه، الكارطونه الاولى ديالها بحال الكتاب الاولى ديالها والاخر ديالها سميتها لا كاتخيام دو كوفرتور، هادي لا بروميير يعني الاولى ديال شي مقتطفه من شي روايه من رومون. يسولكم سؤال ثاني يقول لك كيلي لا سورس دو تيكست، شنو هو المصدر ديال النص؟ ديما بهذا السؤال كيتحط في الامتحان، مصدر ديال النص هو هذا، يعني اخر حاجه في النص كتشدها وكتكتبها. الا قسم لك هذا السؤال وقال لك قولي غير شنو هو لوتور، غير شكون هو لوتور، هو اللي كتكون هاد دابخي، ملي كتكون هاد دابخي كيكون تابعها الكاتب. انت واخا ما تكونش كتعرف الفرنسي، الا قال لك جبد ليا لوتور
هاي كتكون دابري من خلال جول فيرن، يعني سمية ديال الكاتب انت واخا ما تعرفوش، المهم اللي كتكون دابري هي من خلال فلان. ديما كيعطيونا الفيرغول، كاينه فيرغول ديما تلقاو فيرغول تبعها واحد الحاجه، السميه هذه اللي كتكون هنا هو المصدر، هو سميه الروايه اللي خداو لينا منها هذه القصه هذه. يعني اللي قال لك دو اي تيغي، اللي سولك دو اي تيغي منين مقتطف، عندها منين مقتطف من الروايه اللي سميتها مايكل ستروغوف. La question 3, d'après vous, de quoi parlera le texte? يعني من خلال هادشي اللي فيه شفتي في لا سورس وهادشي اللي شفتي في الالستراسيون في التصويره، يعني من خلال هادشي مثلا علاش غادي يهضر التكست، يعني كتعطي غير واحد ليبوتيز علاش غادي يهضر لو تكست. يعني شنو هنا قلنا دان بيرسوناج ابولي مايكل ستروغوف، مازال ما قريناش النص ولكن فهمنا سميه كتعاود هنا وكتعاود هنا. اذا دونك لو تكست فا بارلي دان بيرسوناج، على واحد الشخصيه ابولي سميتها مايكل ستروغوف. لا dernière question قبل ما نبداو لو تيكست، غيقول لكم بار كيل جونغ دو ديسكور كومونس لو تيكست. بار كيل جونغ دو ديسكور يعني انا نوع ديال الخطاب، لو تيكست كومونس لو تيكست بدا لينا لو تيكست، لو تيكست بدا لينا بديالوغ، يعني يقول لك سو فورم، يعني شنو هي لا فورم دو تيكست، البدايه ديال التيكست ديالوغ حوار، حيت هو هنايا شنو عندنا، عندنا حوار. اذا نبداو دابا. Est-ce que tu as trouvé l'homme qu'il me faut? Oui, elle est là. Son âge? 30 ans. C'est un homme fort et intelligent? Oui, il n'a peur ni du froid, ni de la faim, ni de la soif, ni de la fatigue. Il a tout ce qu'il faut pour réussir là où d'autres ne pouvaient pas. Donc, on a dit une chaîne, un qui est dormant, un qui est solo. Il dit, est-ce que tu as trouvé l'homme qu'il me faut? Je crois que c'est le rage, le monasibé, le monasibé, le mhtage. قال له وي الى لا اه كاين هنا سوناج. قال له شحال في عمره؟ 30 طون 30. سي تان نون فور انتيليجون، كيسولو واش هو رجل يعني قوي واش هو اذكي. وي قال له ما كيخاف ني اي نا بير ني دو فرو، ما كيخاف لا من البرد ني دو لا فان، لا من الجوع ني دو لا سواف، لا العطش ني دو لا فاتيك، لا التعب. اي لا تو، عنده كل شيء، اي لا تو سكيل فو، يعني كاع عنده كاع الصفات المناسبه بور غيسيغ لا باش ينجح. Ou d'autres ne pouvaient pas. L'autre ne pouvait pas. Comment s'appelle-t-il? Michael Strogoff. Est-il prêt à partir? Ou je vois Monsieur Adimchi, il dépêche maintenant. Il attend vos ordres. Qui ne s'adresse à la mère d'elle? Qu'il entre tout de suite. Goulou et Goul d'abord. Donc c'est le dialogue. C'est la partie du dialogue. Amdo fait la partie de la description et la narration. Qui vous souligne Michael Strogoff. Et Adolina, il est connu Michael Strogoff. مايكل ستروغوف اي غران افور. بالنسبه لي كيقول لي راه ما كيبانش، انا كيكون عندي هنايا، انا كيكون عندي هنا في الكاميرا باين بزاف، يعني باين ما عرفتش في الفيديو كيفاش شي حاجه شي واحد ما كيبانش ليهم. المهم مايكل ستروغوف اي غران افور، يعني كبير، غران افور قوي. سون روغار، نظره ديالو دغوا، يعني كيشوف نيشان ماشي شي واحد اللي تبربص. Son regard droit montre qu'il a le vrai courage. مهم النظره ديالو كتبين كاين الى لو فري كوراج، انه عنده الشجاعه، يعني انه شجاع. C'est-à-dire le courage sans colère، يعني انه شجاع بدون قلق. Il décide tout de suite ce qu'il doit faire. كيقرر ديك الساعه شنو غادي يدير. Il parle peu، كيهضر شويه. Fait peu de mouvements, qui dirait chouillette le harakat, mais j'ai joué à l'IA qui est certain. Écoute ses chefs qui se mettent les chefs dialogue sans rien dire, qui se met en blâme et goûte chez Haja. Mais quand on le voit marcher, ou les Kimlik en chauffe ou radi, on se rend compte qu'il est sûr de lui, qui va dire sûr de lui, taïk frasson. Fait le machin dialogue, j'ai joué à l'IA taïk frasson, et c'est ce qu'il veut, ou arf chnoubari. انا عارفه دابا شكون هو مايكل. الي لا دي زوفيسي دي ميور زوفيسي دو تزار، يعني هو واحد من افضل لي زوفيسي ديال تزار. اذا تزار بالنسبه شنو هي؟ دونك تزار هنايا كل واحد وكيفاش كيكتبها. مثلا اون المون اسبانيول كيتكتب لينا نيشان، كاين اللي كيكتبها هكا بلا تي، كاين اللي كيكتبها بزاد. نو دوني اوز اونسيان سوفران دو لا بولغاري،
بلغاريا، يعني اسم كيتعطى للحكام القدام ديال بلغاريا، تزار امبيرور دو لا دو روسي، يعني امبراطور ديال روسيا. ولا هنايا مو روس هو واحد الكلمه روسيه، تزار ديزينيو ان نوتو اوتوكرات. هنايا التعريف ديال تزار، المهم هو واحد الاسم كيتعطى لشحال هادي في بلغاريا، واحد 60. المهم هنا كيهضروا على اوفيسي. بالنسبه اللي بغا يسكرينيها ها هي نضجة. هذا الجواب ديال السؤال الاول، قالك شنو هي تزار سي بيغي غودو طابل، هما هادو. احنا بما ان قريناها في النص باش تفهموا شنو هي تزار. المهم هو اوفيسي ديال تزار. puisqu'il est né en Sibérie، بما انه زاد في سيبيريا، يعني ها هي السؤال الاول قال لك شنو هي سيبيري، هنا قال لك بما انه زاد في سيبيريا. اذا نشرحوها دابا، سيبيريا راه معروفه ايت اون فاست بروفانس، يعني واحد البروفانس فاست شاسع، يعني واحد المنطقه شاسعه، بروفانس روس روسيا، كي انكلوي لا ماجور بارتي دو نور دو لاسي اسيا، يعني هي كتشمل واحد المنطقه كبيره شاده لا ماجوريتي الاغلبيه ديال شمال اسيا. المهم هاد الاوفيسي il connaît bien ce pays، كيعرف مزيان هاد لو بيي. هما غادي مثلا يمشيو يتحاربوا في هاد المنطقه هادي، اختاروا هذا حيت هو اصلا زاد في سيبيريا، يعني هما اللي يمشيو لتزار هو اصلا زاد في سيبيريا. il connaît bien ce pays، كيعرف مزيان هاد الدوله، et comprend les langues que parle، كيعرف اللغات اللي كيهضروا بها لي جون دو سي ريجيون، يعني كاع الهضره اللغه ديالهم كيعرفها ما يلقاش مشكل. دابا كنعاودوا عليه، son père mort depuis 10 ans، باه مات منذ 10 ans 10 سنوات، habitait la ville d'Omsk، يعني كان عايش في لا فيل اومسك، و sa mère مارتا ستروغوف، للام ديالو سميتها مارتا ستروغوف، في اونكور عايشه تما مازال. C'est là, au milieu des forêts, que Michael Strogoff, يعني وسط الغابة, que Michael Strogoff a été élevé durement. تما يعني قبل ما يولي اوفيسي باللي كان صغير وعاشي وسط الغابة بواحد العيشة اللي دور، يعني صعيبة قاصحة. Le vieux Strogoff يعني الأب ديالو بواه. Le vieux Strogoff était شنو كان بواه؟ était un redoutable chasseur، كان واحد الصياد redoutable. شنو هي redoutable؟ تا هنا قال لكم شرحوا لنا redoutable في السؤال الأول، إذا نشرحوا شنو هي redoutable. كان واحد الصياد غودوطابل، يعني هي دونجورو، كان كلشي كيخاف منه، خطير يعني مخيف، تيريبل كراندر فورتمون، يعني اللي كتخشى يعني منه، يعني كتخاف منه. غودوطابل يعني دونجورو تيريبل، مهم شي واحد اللي انسبير لا كرانت، اللي كتشوفو كتجمد في بلاصتك. دابا يسكرينيها depuis l'âge de 11 ans، ملي ولات عنده 11 مايكل ايطالي على شاس، ملي ولات عنده 11 عام مايكل الابن مايكل هذا مشى مع الاب ديالو على شاس افيك سون بير لا شاس الصيد مع الاب ديالو ملي ولات عنده 11 عام. ا 14 ans في 14 عام شنو دار؟ الا توي قتل سون بروميي اورس، يعني قتل الدب الاول ديالو، يعني 14 عام ولا كيقتل الحيوانات، يعني كيصيد تو سول بوحدو. Il a su enlever la peau، قدر يحيد له الجلد avec son coton، عيب الكوتون ديالو السكين. Et il a tiré la bête، وبقى جار la bête يعني l'animal الحيوان jusqu'à la maison، يعني بقى جارو حتى للدار la maison de ses parents. Après une vie d'enfant comme celle-là، من بعد واحد الحياة ديال طفل بحال هكا عاف الغابة وكيصيد، arrivé à l'âge d'homme، وصل للسن ديال الرجل يعني كبر، مايكل ستروغوف peut rester 24، يعني دابا ملي كبر شنو التطورات ديالو، ولا peut rester 24، يعني 24 heures، ولا يقدر يبقى 24 ساعه sans manger، بلا ما ياكل، 10 nuits 10 ايام sans dormir، بلا ما ينعس. il sait trouver sa direction même dans le brouillard، كيقدر يلقى الاتجاه ديالو واخا يكون الضباب في الغابه والضبابه طايحه، هو ما كيخاف من حتى شي حاجه، حافظ عارف كل شيء، même dans le brouillard des forêts. ميم كون لا نيج طومب، وخا تكون لا نيج طومب كطيح تلج عارف هو كلشي. ا 20 طون ملي ولات عندو 20 الى ديسيدي دو ديفونيغ اوفيسي، قرر يولي اوفيسي.
La première question, هما هذوك لي سينونيم شفناهم. Deuxième question, quelque chose relève des informations données sur le personnage. نجبد اي معلومات تعطات على البيرسوناج هاد الشخصيه سيتي دون لو تيكست اللي تعطات من لو تيكست اون كومبليتون لو طابلو سويفون. يعني نعطيو نجبد المعلومات عليه وغنديرهم على شكل طابلو. اذا برينو اي نو شنو سميتو؟ لو برينو اي نو الاسم ديالو شنو سميتو؟ مايكل ستروغوف. ها هي سميتو مايكل ستروغوف. اج سن ديالو ها هي قالو هنايا 30 طون يعني عنده 30. ميتي الميتي ديالو شنو هو دابا؟ اوفيسيي. دابا هنا كانوا كيرجعوا لنا بالماضي وكيعاودوا لنا عليه ولكن ها الحاضر اللي كان هما فين كانوا كيهضروا عنه ويجي ويدير دونك هو اوفيسيي. كاليتي فيزيك يعني شنو هو الكاليتي فيزيك ديالو؟ يعني المميزات الجسد ديالو يعني نوصفو المظهر الخارجي ديالو. قالينا غون او فور يعني المظهر الخارجي ديالو. لبنت لكم شي حاجه اخرى هنا. المهم هو قالك انه غون اي فور. غون اي فور هنا الكاليتي مورال يعني المورال ديالو الداخل ديالو الكاركتر ديالو داكشي اللي ما كيبانش لينا يعني توسكي انفيزيبل. شنو هو مورال؟ اولا هو قالك من النظره ديالو من النظره كيبان انه عنده لو كوراج. يعني هو شنو؟ اذا هو شنو؟ انسان شجاع. وانت شي واحد يوقف حداك عامل الجسد ديالو يبان لك شجاع. حتى كتكون عرفتيه من الداخل كي داير. ان هذا الداخل هو المورال. كوراج شجاع. شنو اخر؟ il décide tout de suite ce qu'il doit faire. يعني كيعرف ديك الساعه كيقرر شنو. انا نسطر عليهم حيت ما نقدرش نكتبهم هنا كاملين. ها هي عارف شنو كيدير. il parle peu كيهضر اي شويه. il fait peu de mouvement يعني هادشي في الداخل ديالو في شخصيته. écoute ses chefs كيسمع لي شيف ديالو sans rien dire. بقى واحدة. هادي quand on le voit marcher ملي كنشوفو غادي on s'en rend compte كنعرفو بأن sûr de lui. تايق فراسو حتى هادي تكتبوها. وهاد تايق فراسو يعني شي واحد تايق فراسو يعني نقدرو نشدو الجملة كاملة نقولوها في كلمة هي بلاص ما نكتبو ديك الجملة نقولو confiance en soi. هنا confiance en soi هي تايق فراسو. confiance en soi يعني كيسمع يعني تايق فراسو لا confiance ثقة في النفس. A je précise à partir des éléments du texte غنستخرج من خلال العناصر ديال النص. S'il s'agit d'un personnage principal, واش هو كيهضر على personnage principal ولا هاد النص هذا كيهضر على personnage secondaire. principal هو رئيسي ولا ثانوي. النص راه باينه كيهضر على personnage principal. هذا هو الجواب. B je relève dans le titre de l'œuvre ce qui le justifie. قال لك علل جوابك. ومنين غتعلل باش عرفنا personnage principal؟ قال لك جبد ليا شي حاجه كدل من العنوان ديال لوفر القصه شي حاجه كدل انه راه بيرسوناج برينسيبال. هي هادي من العنوان ديال القصه هي هادي مايكل ستروغوف. في التصويره ها هي مايكل ستروغوف. يعني انا هادو هما اللي كيدلوا على انه راه بيرسوناج برينسيبال. هنا جينيمور لي زيكسبلوا دو سو بيرسوناج ا اكومبلي. يعني قال لك شنو هما شنو دار هاد البيرسوناج في حياته لي زيكسبلوا الاحداث. قال لك قول لي من شنو دار من اللي كانت عنده 11 من اللي كانت عنده 11 عام وشنو دار من اللي كانت عنده 14 14. في 11 الي على شاس افيك سون بير 11 عام ولا كيمشي للصيد مع باه. في 14 توي سون بروميي اورس تو سول اون لوفي وحيد الجلد ودار الدار هذيك كلها تكملوا.
La question 5. J'indique à partir du texte, les exploits qu'il peut accomplir quand il est devenu adulte. يعني شنو هما لي زيكسبلوا شنو هما الاعمال اللي دار ملي ولا ادولت يعني شاب بالغ شنو دار هذه ملي كانت عنده 11 وهذه ملي كانت عنده 14 ولكن ملي زاد كبر شويه شنو ولا كيقدر يدير دونك هي هذه هنايا هي هذه اللي هنا كامله لي يقدر يبقى قال لك 24 ساعه هي هذه مايكل سخوغوف بو ريستي 24 اور هادي بقى 24 ساعه بلا ما ياكل بلا هادي بلا هادي بلا هادي دونك هو هادي انا كتبتها لكم هنايا تسكرينيوها ها هي لا كيسيون 5 ها هي بو ريستي 24 اور سون مانجي دي نوي سون دورمير سي تروفي سا ديريكسيون ميم دون لو برويار دي فوري ميم كون لا نيج طومب يعني ما كياكل ما هادي يقدر يلقى الاتجاه ديالو واخا في الضباب واخا طايحه الثلج هذا هو شنو ولا كيقدر يدير ملي زاد كبر شويه هذه la question 5 شوف la question 6 je dégage la raison de sa convocation auprès du tsar يعني الدعوه ديالو انه قبلوه يمشي للتزار شنو هو السبب la raison يعني السبب la raison car il est né en Sibérie حيت هو ديجا عايش عاش في سيبيريا زاد في سيبيريا وعارف كل شيء il connaît bien ce monde كيعرف داك الناس اللي تما et comprend leur langue كيعرف اللغات ديالهم اذا هذا هو la réponse car il est né en Sibérie Il connaît bien ce monde et comprend leur langue. Le vrai scrinéa. Non. La question 7. Je lis le texte d'une manière expressive. Quelqu'un a ou t'qra nas bouha t'tariqa mou'abbel t'a ou t'qra d'a t'qra ou f'l'qasm. Non. بالنسبة للطابلو ديال je retiens. هنا قال لك لي زانفورماسيون دوني سوغ ان بيرسوناج برينسيبال دابا سمعوني النهار اللي غتكونوا كتصايبوا لا نوفيل في البدايه هنا قلنا عندنا خمسه المراحل المرحله الاولى سميتها لا سيتياسيون انيسيال البدايه هذيك البدايه يلا كنمهد كنقول الزمان المكان شخصيات نقدر انا في البيرسوناج برينسيبال انا ولا معك الصديق ديالك المهم الا بغيتي تزيد معلومات اضافيه في البدايه يعني قبل ما كندخلوا للمرحله الثانيه في لا نوفيل اللي فيها المشكل في البدايه كتكونوا كتهضروا كتعمق كنديرو برينو اي نو ولا مثلا في الامتحان يقول لك غير وصف ليا شي واحد من بين الوصف من بين الوصف عاد دير الاسم ديالو يعني النسب والاسم فلان هذه يعني كتوصف مثلا شي شخص خصنا نعرفو شكون هو داك الشخص تقول لنا السن ديالو تقول لنا الميتي الوظيفه ديالو فاش خدام تقول لنا لي كاليتي فيزيك يعني عاد بدا توصف لنا الفيزيك المظهر الخارجي ديالو الجسد وهذه الشعر اليدين هذه وعاد تقول لنا لي كاليتي مورال ديالو كيفاش هو داير المورال يعني الكاركتر ديالو تقدر تزيدو حتى لا توني فيستيمونتير حتى لي فيتمون حتى الحوايج من بعد غادي نعطيكم الوصف غادي نعطيكم مجموعه ديال الوصف جمل واجده فيها وصف زوين ايجابي ووصف خايب تخليهم عندكم الا قال لكم واش تجيبوا لي مثلا شي شخصيه بغيتوا توصفوا انا نعطيكم هذا الشيء انا غير هادو غنكون نكتب في العنوان ديال الفيديو الثالثه اعدادي غتلقاو شي حاجه الثالثه اعدادي واخا ما مصورش لكم الكتاب راه هذا كيكون شي درس عنده علاقه بالكتاب ما غاديش ولا عنده علاقه بالجهوي يعني حتى هذاك خصكم تشوفوه ولا يكون كماله ديال شي درس داك الساعه ملي ندير شي فيديو راه نقول لكم هذا راه الكماله ديال داك الدرس نعطيكم فيه معلومات نعطيكم فيه جمل وهي غاده بحال هكا حتى نبقاو غادي بهذه الطريقه هذه حيت باش نخرج لكم الكتاب بوحدو راه ما كافيش راه ما يخليك دير حتى شي حاجه نهار الامتحان خصك معلومات اخرين زائد ان عندكم بزاف ديال الدروس ما كاينينش في الكتاب وكيتحطوا في الجهوي بمعنى راه خصكم تقلبوا على راسكم دونك هادشي اللي عندنا هنايا غير شنو سميت هاد الكتاب هذا تعزل دونك حد هنايا درنا لا ديسكريبسيون